حياكم الله مجددا احبتنا الحقيقه. يعني الدكتور استهل اللقاء يقول تقريركم ما خلى لي شيء. لا طبعا لا يفتى ومالك في المدينه. مثل ما ختمت قبل لا نطلع التقرير خلينا نتعرف على الغدد هذه الشنيه. نعم اول شيء مشكورين على الاستضافه. التقرير كان جدا ممتاز بالفعل. بين لنا الغدد الاساسيه اللي في الجسم اللي تتحكم في العوامل الهرمونيه. احنا لما نتكلم عن الغدد الصماء احنا نتكلم عن جهاز من اجهزه الجسم متكفل بافراز مواد عضويه اساس بنائها مواد بروتينيه والكوليسترول ايضا تسمى بالهرمونات. الهرمونات هي بالنهايه عباره عن اشارات تنتقل ما بين اعضاء معينه الى أعضاء أخرى، لها مستقبلات في الأعضاء الأخرى اللي تذهب إليها لتؤدي وظائف معينة. الغدد هذه موجودة في أماكن متعددة في الجسم وليس مثل باقي الأعضاء اللي ممكن تكون في محصورة في منطقة واحدة. الغدد الصماء موجودة في عدة أماكن، مثل ما بين التقرير هناك الغدة النخامية كسبيل المثال، الغدة النخامية الموجودة في المنطقة في أسفل الدماغ في مقدمة الدماغ، الغدة الدرقية الموجودة في مقدمة الرقبة، الغدد التناسلية، الغدة الكظرية أو الفوق الكلوية الموجودة فوق الكليتين، والبنكرياس أيضا من الأهم الغدد الموجودة في الجسم. هذه الغدد لها قياسات واستشعارات في الجسم لمدى اضطراب الاضطرابات الهرمونية الموجودة في الجسم واحتياجات الجسم أيضا، لأن هذه الهرمونات متعلقة في الطاقة في الحركة في النشاط في الحيوية في أيضا حتى الطول البلوغ، فهذه أمور تكون موجودة في عمر الإنسان باستمرار. نعم نقدر نقول أن في ارتباط ما بين الغدد الصماء وحيوية الجسم والأنشطة اللي يقوم فيها. أبي أسألك دكتور عن علاقة الغدد الصماء بالسلوكيات اللي ممكن يقوم فيها الإنسان أو الأمراض المزمنة. طبعا هذا شيء عامل أساسي، أي اختلالات في معدلات الهرمونات اللي تنتج من هذه الغدد سواء بالارتفاع أو بالانخفاض نعم تؤثر على سلوكية الإنسان في عدة اتجاهات. كمثال لما احنا نتكلم عن الغدة الدرقية وهي من أهم الغدد اللي يسببها الأمراض المتعددة في الجسم، خمول الغدة الدرقية كمثال تسبب خمول وكسل في الجسم وايضا تؤثر على النفسيه فتسبب نوع من انواع الكابه. الغده الكظريه كنوع ثاني من انواع الغدد الموجوده في الجسم تفرز بعض الهرمونات اللي تؤثر على النشاط وتسارع القلب وقوه التفكير والطاقه الحيويه في الجسم، وممكن تثير بعض او اعراض تشابه اعراض القلق والنرفزه والامور هذه. وايضا الغدد التناسليه انخفاض معدلات هرمونات الذكوره عند الرجل او الانوثه عند المراه ايضا تؤثر على النفسيات وتؤثر على الأمور المصاحبة للنفسية كمثلا الشعور بالحيوية والطاقة المتجددة الشعر الجلد. فهذه نعم الهرمونات تؤثر على مناطق متعددة في الجسم تؤثر على مناطق كثيرة أهمها الحالة النفسية وأيضا الأعضاء الباقية. خطيرة على فكرة هالمعلومة أن الإنسان لما يغفل أنه عنده مشكلة في أحد الغدد معناته هو قاعد يدش في مشاكل نفسية واجتماعية ممكن تخرب حياته كلها بسبب خلل في غدة معينة هو ما يكون عارف أنه عنده مشكلة. هذا اللي جرني للتساؤل دكتور. يعني إحنا ثقافة المجتمع الطبية بشكل عام غير والموضوع في الغدد قد تكون بسيطة. يعني لو عملت إحصاء أو تساؤلات للعديد يمكن 75% لا يعرفون من الغدد إلا الغدة الدرقية. وبالتالي ليش؟ لأنه دائما ما يطلب الأطباء فحص الغدة الدرقية. إلى أي مدى ترتبط هذه الغدة بأمراض أخرى؟ مثل ما اذا مثل تعقيبا على كلامك ايضا احنا من نتكلم عن الغدد الصماء بشكل عام وافراز الهرمونات تتحكمها في علاقات الجسم وعمل الجسم، دائما احنا نتحير في مساله الاعراض اللي تنتج عن اضطرابات هذه الهرمونات، لان مثل ما احنا وضحنا هذه الهرمونات لها تاثير على مناطق عديده في الجسم، فلذلك لما يكون هناك في اضطراب فيها عاده يكون الاعراض مبهمه. ليش؟ لانه يكون اعراض متفرقه متنوعه في اماكن متعدده في الجسم. مثال ممكن يكون الاعراض عباره عن كسل وتساقط شعر، ممكن يكون ما في صله ما بينهم بشكل اساسي، غير لما يكون واحد مثلا عنده كحه وضيق في النفس ومعها بلغم محصور المكان في منطقه واحده وايد. الغدد الصماء لا، فدائما تترك مجال للاستفسار كثير. فحتى الطبيب لما يشوف مريض مصاب مثلا بالغده الدرقيه اللي تكلمنا عنها الحين يكون شوي في نوع من الابهام انه يعني هل هو مصاب بالخمول في الغده الدرقيه ولا هل في امور ثانيه، لانه في امراض ثانيه ممكن تشابه اعراض خمول الغده الدرقيه، فقر الدم كمثال
مثال ممكن تشابه اعراض خمول الغده الدرقيه بشكل وايد كبير، لان هناك كسل، في هناك تعب، في هناك تساقط في الشعر، في هناك عدم القدره على النوم بشكل جيد، عدم القدره على الحركه، فهذه من عوارض خمول الغده الدرقيه كمثال. وممكن تتشابهها امور اخرى ايضا، في نقص الفيتامينات الاساسيه والمعادن الاساسيه في الجسم، فهناك وايد تقارب ما بين الاعراض اللي تنتج عن اضطرابات الغده الدرقيه ومشاكل اخرى. فلذلك لما يكون هناك في اعراض معينه السماع الطبيب الى هذه الاعراض بشكل وايد جيد ممكن تكون مفتاح او باب جيد لاستكمال الفحوصات لوصول النتيجه. نعم، طبعا من امراض العصر التوتر والقلق والاكتئاب، وهذا ما تشهده طبعا مستشفيات وعيادات الطب النفسي. دكتور، يعني متى الواحد المفروض يقول لا انا لازم اشيك على الغدد؟ نعم. خلاص انا واصل مرحله يمكن عندي مشكله في غده. نعم. يمكن الناس يعتقدون انه من العمل وضغوط الحياه هم واصلين لمرحله. نعم. مثلا التوتر والاضطرابات النفسيه هذه. نعم. لكن ما يدري انه عنده مشكله صحيه في احد الغدد. هو الغدد الصماء، مشاكل الغدد الصماء صعب ان نصنفها من الامراض اللي يتم عمل احنا نسميه السكريننج، اي انه يعني تكون هناك رقابه مسبقه على هذه الامراض، مثل الرقابه المسبقه على الاصابه بمرض السكر مثلا، حتى الواحد ما يشتكي من شيء يجب علينا مراقبه اذا هو مصاب ولا لا. الغدد الصماء ما تدخل في هذا الاطار، اطارها يكون انه متى وجدت الاعراض اللي ممكن تشير لوجود خلل في هذه الغدد اللي تفرز هذه الهرمونات. بس قلت ان في تشابه بالاعراض مع امراض اخرى. بالضبط. فشنو اللي يحصل؟ المرضى عاده لما بيكون عندهم اعراض معينه شكواهم لازم توصل للطبيب بشكل وايد جيد وواضح. حتى في بعض الاحيان احنا نطلب من المرضى ان محاوله تقريب او تسجيل هذه الملاحظات اللي هم يلاحظونها في هل هي لها علاقه في شلون تقريب او تسجيل، يعني قاعد يسجل هل هي مثلا لها علاقه مثلا في طريقه الاكل، هل هي علاقه في وقت النوم مثلا، هل لها علاقه في نوع معين من الحركه مثل الدورات الشهريه، مثل هل كم عدد الدورات الشهريه تم مثلا استكمالها بشكل صحيح، كم عدد الدورات الشهريه مثلا اللي تم فيها تعطيل فيها مثلا. فهذه الامور تساعد على فهم المشكله. ايضا الشغلات اللي ممكن ايضا يتم ملاحظتها، هل حصل في مثلا استخدام ادويه جديده في الفتره هذه اللي سبقت حدوث الاعراض اللي الواحد يبي يعرف شنو سببها؟ هل تغير شيء اساسي في حياه الانسان؟ هل تغير مثلا طبيعه عمله، طبيعته الاجتماعيه؟ الامور هذه ممكن تكون متغيرات. لكن احنا اذا بنتكلم بشكل عام عن المريض اللي هو هل هو يراجع الطبيب ولا لا؟ نعم، اذا حصل في وجود اعراض معينه سببت هذه الاعراض اختلال في حياته اليوميه لدرجه انه صار ممارسه الحياه اليوميه اصبحت صعبه، سواء هذه ادى الى مثلا تعطيل عن الشغل، علاقته الاسريه تاثرت، علاقته الاجتماعيه، اذا كل هذه الامور بدات تتغير بسبب اعراض موجوده، نعم هذه ممكن تكون نتيجه مشاكل مرضيه تستوجب زياره الطبيب، والطبيب هني هذه وظيفته انه يحاول يحدد اذا هي بسبب اختلالات هرمونيه ولا لا. انا صراحه اتوقع في صعوبه كبيره نتواجه الشخص نفسه انه ممكن يكون يعرف ان الاعراض اللي هو فيه ممكن تكون نتيجه اختلال الهرمون. نعم. ليش؟ مثلا نرجع لمثل المساء نقول لان فيه تشابه كثير مع اعراض ثانيه. ما تعتقد ان الكشف الطبي المبكر او الدوري للغدد هو حل لمعرفه خللها افضل من ما انه ينطر انه يصير في اعراض وتتشابه على الامور؟ احنا مثل هذا اللي قاعد نتكلم عنه قبل شوي، انه صعب ندرج امراض الغدد الصماء في هذا المنطلق. ليش؟ لان اول شيء اغلب امراض الغدد الصماء ما هي من الامراض الشائعه، اللهم بس فقط عندنا مشكله خمول الغده الدرقيه او نشاطها اللي هي من الامراض الشائعه، وعاده احنا ندرج فحوصات الغده الدرقيه في المتابعات السنويه مثلا حق الاشخاص العاديين اللي بصحه كامله وسليمه كالمتابعه، لكن باقي الامراض اللي تصيب الغدد الدرقيه الثانيه عفوا الغدد الصماء الاخرى صعب ادراجها من هذا المنطلق. ليش؟ لان نسبه حصولها قليله، اذا حصلت عاده تسبب اعراض وايد واضحه انها تخلي الواحد يلجئ الى الطبيب. حتى هذه الاعراض يعني ممكن ما يعرف سببها المريض، لكن تكون اعراض مسببه لان الزياره القريبه ما يقدر ينطر عليها. فمن كذي احنا ما نقدر يعني نصنف هذه الامراض الغدد الصماء من تحت المسمى هذا. بالنسبه للغدة الدرقية دكتور، في كثيرين يعانون من أمراضها ما بين زيادة النشاط وأيضا الخمول، إلى أين وصل التقدم في التشخيص والعلاج؟
التشخيص والعلاج مثل ما هو ما كان موجود في سنوات ما زال موجود الحين، وهو بسيط وسهل، وحتى يعني الحقل العلمي ما كلف نفسه الزيادة أن يحاول يستكشف أكثر. ليش؟ لأن طريقة الاستكشافات وايد سهلة وبسيطة، وما تتعدد عبارة عن تحاليل دم بسيطة وسهلة اللي ممكن الواحد يعرف فيها طريقة عمل الغدة الدرقية، وهي موجودة حاليا حتى في المستوصفات العامة، موجودة فحوصات عمل الغدة الدرقية عند الطبيب لما يكون في اشتباه معين لوجود مشكلة اضطراب في عمل الغدة الدرقية، عبارة عن تحليل دم بسيط، ما يطلب أن المريض يكون صايم، ما يطلب أن المريض يكون متجهز من أي ناحية، يعني ممكن أي وقت يقدر يسويه، كان صباحا أو مساء، ومن خلاله نقدر نعرف وظيفة الغدة الدرقية، وهل هي في نشاط أو خمول، ومن ثم تشخيص هذا المرض. نعم، في هناك طرق ثانية للتشخيص مساعدة لفحص الدم، كمثل السونار الغدة الدرقية، وهذا يساعد في استكشاف تضخمات وعقيدات الغدة الدرقية، الفحص النووي للغدة الدرقية، وهذا يساعد أيضا في استكشاف نشاط الغدة الدرقية، ومن ثم العلاج. والعلاج متوفر وسهل الحمد لله في الكويت ومناطق كثيرة حولنا، يا أما تكون عبارة عن أدوية أقراص لعلاج الحبوب لخمول الغدة الدرقية، وأيضا لنشاط الغدة الدرقية تكون أيضا حبوب. عندنا اليود المشع، وهو علاج مخصص لنشاط الغدة الدرقية، في بعض الأحيان ممكن استخدامه، وبعض الأحيان نلجأ إلى مساعدة أخواننا الجراحين في لحل بعض المشاكل اللي تصيب الغدة الدرقية، منها تضخمات الكبيرة في الغدة الدرقية، لأن ما في أدوية يكون فيها تدخل جراحي، يعني بحيث نعم. عملية جراحية. عملية جراحية. حسب الحالة دكتور، متى يلجأ الدكتور إلى العملية الجراحية؟ عادة إحنا بشكل عام لو نصنفها بشكل عام نقول التضخم الكبير اللي يصيب الغدة الدرقية، واللي بناء عليه يسبب ضيق في التنفس، صعوبة في البلع أو حتى في الأكل بشكل يومي، الصعوبة في النوم لما يكون واحد مستلقي على ظهره، تغيير في الصوت، هذه كلها أمور نعم تستجد لما بالمريض تكون داعي لاستخدام الحل الجراحي. وهناك أيضا في ناس يستخدمون الحل الجراحي بسبب المظهر، لأنه ممكن تكون كبيرة بحجم، حتى يعني صعبة واحد ممكن يصك زرار الغولة مثلا، أو حتى سيدة صعب أنه حتى شلون تلف الحجاب أو الملفع، تكون واربة متضخمة أكبر من الحجم الطبيعي للرقبة، فيها بروز وايد واضح، ممكن الواحد الشخص هو يلاحظه أو الحوالين ممكن يلاحظونه، فهني ممكن نستخدم الحل الجراحي بمساعدة إخواننا الجراحين لاستئصال هذه الغدة الدرقية المتضخمة إذا كان فيها مشكلة. طبعا بالنهاية يعني أنا ما بخرع مشاهدين، بس إنه طبعا لازم يكون إذا كان هنا في اشتباه لا سمح الله وجود أي خلايا سرطانية أو تورمات سرطانية في الغدة الدرقية، هناك أيضا واجب استئصال الجراحي. لما تقول استئصال الغدة يعني بما معناه إنه بتشيل عضو، يعني في شيء نعرفه مثل المرارة إذا شيلت أو الكلى أو كذا، تستمر حياة الإنسان تكون طبيعية. إذا تم استئصال الغدة الدرقية هل ينتج عنها شيء أو يكون في مضاعفات لا سمح الله دكتور؟ إحنا طبعا لازم ما ننسى أن الغدة الدرقية وجودها في الأساس، وإذا هي تعمل بشكل سليم فهي تنتج هرمون الغدة الدرقية اللي هو المحرك الأساسي، واحد من المحركات الأساسية للجسم، وإمداده بالطاقة والقوة والبنزين خلينا نقول يعني كمحرك للجسم. فبإزالة الغدة الدرقية إحنا قاعد نزيل الهرمون اللي ينتج منها، فلذلك لازم تعويض المريض بأقراص أو حبوب اللي هي نفسها هم هرمونات الغدة الدرقية بحل تعويضي، ويكون هذا عادة مدى الحياة. نعم، في نهاية اللقاء دكتور نبي نصائح توجهها للسادة المشاهدين بحيث أنهم يتجنبون الإصابة بالغدة الدرقية، وإذا في أي أطعمة ممكن تساعدهم. والله للأسف بشكل عام صعب أن نمنع الإصابة بأمراض الغدة بالغدة الصماء والغدة الدرقية أيضا. نعم هناك حاجة إلى يكون أكلنا مدعم في مواد معينة مثل اليود، وهذه اللي هو موجود بالأسماك، وأيضا حتى موجود في المنتجات الطبيعية الموجودة حتى في الجمعية. ففي إحنا في الكويت الحمد لله ما نعتبر المناطق اللي فقيرة في اليود مثل شرق آسيا كمثال، وبعض المناطق الأوروبية اللي ممكن نعاني ولازم ندعم في أمورنا اليومية، هذه موجودة. فبشكل عام صعب علينا أن نتفادى أمراض الغدة الصماء بشكل عام، لكن الشيء الأساسي لازم يكون موجود اللي هو العلم بأعراض ومسببات هذه الأمراض، ومحاولة يعني زيارة الطبيب عندنا يكون هناك نوع من أو تشكيلة من الأعراض اللي صعب إحنا نفهم شنو سببها وقاعد تأثر في حياتنا اليومية اللي نحتاج فيها مساعدة. ما
بارك الله فيك دكتور، وأنوه للسادة المشاهدين نظرا لأهمية مثل هذا الموضوع ومثل هذا الدكتور اللي شرفنا اليوم الدكتور ثامر العيسى، راح يكون في هناك للدكتور ثامر العيسى رسائل أسبوعية من خلال برنامجنا لكل مشاهدينا. كل الشكر أيها الأحبة لضيفنا الدكتور ثامر العيسى، استشاري أمراض باطنية وغدد صماء وسكر. شكرا لك دكتور، يعطيكم العافية. حياك الله، ساعة مباركة، ونشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا اليوم من خلال شاشة تلفزيون الكويت في إشراقة وطن. نشوفكم إن شاء الله في إشراقة وطن جديدة غدا بإذن الله. في أمان الله، مع السلامة. نتمنى لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، حتى نلتقيكم نحن وأنتم في رعاية الله. إلى اللقاء.